شوفي حبيبتي يسلم لي هالقمر، ايش هو هالفستان الحلو؟ شو هالفستان الحلو؟ تسلمي لي. ريته نايمة زهرية خانو. الله ينعم عليك، ان شاء الله يكون عجبك يا خانو. اكيد. لا يا فريال، معقول انت ليش بتساوي شيء وما يكون بيعجبني؟ تسلمي لي حبيبة قلبي. قد ايه بتريدي؟ لا ايوه معقولة اخذ؟ مستحيل مستحيل مستحيل، ما بقبل. قد ايه بتريدي؟ خلص ان شاء الله بيوم عرسك بتعوضي لي اياها. طيب مثل ما بدك. تقفشيني؟ شو ما بعرف شو بدي اقول لك. يلا يلا انا تاخرت وصار لازم امشي بالاذن. والله بكير يا خانو. لسه بكير زهري يا خانو، طولي بالك قاعدين. لا يوم مالي يا فريال، بس تاخرت وصار لازم امشي. ما شاء الله حولك على هالجمال، بتاخذي العقل. تسلمي لي يا حكمه خانو، كلك سوا. لا لا يا ابتكار خانو، شغلتك كبيره كبيره كثير. شلون يعني كبيره؟ خيرك بنتي، شو بكي؟ انا صار لازم امشي يا جماعه. خير شو بكي؟ ليش عم تحكي؟ والله ما بعرف شو صار، مو وحده منكم تحكي لي. وليه؟ وليه على عمتي ليكون صايبك الجرم لك بنتي؟ لك تفهم من دمك لكم العريف، شو شايفتيني جربانه؟ ليش نازله هرش؟ ما بعرف شو صارني. يا يلا انا صار لازم امشي. افتكار استعجلي بالجهاز قد ما فينك. ايه؟ بامرك يا خانم. لطفي احكي لي. خالتي هذا جرب بيعدي؟ بيعدي لك ما بيعدي لك بنتي، بيعدي. يلا يلا الحمام كلياتكم. يلا انا اول وحده. لا ما حدك بيعدي. خلصنا انت وياهم. سعيد من العريف، عرفتي ليش عم ينزعوا لي تياب؟ لكن حبيبتي انا اللي عرفت. ومين قصدك ابتكار؟ الجن دستور من خاطره. سموا باللابس. يو شو هالريحه هاي؟ لك يا بنات شو هاد؟ فهموني. حبيبتي زهرية بنت المختار جربانة. ايوة جربانة. ايوة ومأملة على حسب قولة اختك عزمية. تعالي تعالي اسمعي لقلك شو صاير. يا ربي مالي زعلانة غير على الفسطين، اشتهيت البس واحد فيهم. قولي على قلتي على هالمصيبة يا ربي. شو خير يا ماما؟ شو فيها هالورقة؟ المختار باعت ورقة من العادلية بده يعمل حجز على البيت. شو؟ المختار بده يحجز لنا على بيتنا؟ ايه ليك وبعت الإنذار. قولي على قلتي شو؟ بدهم يحجزوا على بيتنا؟ بس هذا البيت بيتنا يا ماما، هذا بيت أبي ومو من حقه المختار يحجز عليه. المختار بده 25 ذهبة من أخوك عزه لما شافه نازل على بيته. بس يامو اخي عزو ما سرق شيء وحلف على المصحف انه هو ما سرق الذهبات. لكان ليش نزل ليلتها على بيته للمختار صبحيه خانو؟ شو صباح عم بتصدقي انه اخوك عزو بيسرق ذهبات؟ انا عتبان كثير على ابنك فارس. يا فارس خير مختار؟ عامل شيء فصل ناقص معك؟ لا مو معي. لكن مع مين؟ قل لي لأمسعلك رقبته. قدي صار له كاتب كتابه على بنت زهرية؟ يعني حوالي 7 أشهر. ها ويها 7 أشهر زايرة مرتين، مرة لما كتب الكتاب ومرة لما عزمتكم على الغداء أنت والعيلة. شو هالحكي؟ معقول؟ لك يا أخي هيك حرمتي قالت لي. لا هالشي ما بيصير، معك حق مختار، بس يعني بصراحة فارس خجولي شوي وصدقني ما في غير هالسبب. بس بنتي مرته يا ابو فارس، مرته. عم تحكي مدوزن مختار، صدقني عم تحكي مدوزن على عيني وراسي. بس كمان انتم طولتوا شوي بالجهاز، صارتوا 7 شهور ولسه ما خلصتوا الجهاز. إيه لو كان جهاز بنت الباشا كان خلص من زمان. لا هي ما حبيتها منك نوم يا ابو فارس. ليش بنتي شو بتدعم بنت الباشا؟ لا العفو الله يسلم لك ياها، بس يعني انه لازم نعجل بزواجتهم ونريح راسنا. ماشي أنا حكيت مع حرمتي تروح لعند برد أخوك وتقدر تعجب الزواج. صدقني أنا عامل كلامي لأخوك وإلا كنت اتدخلت. اتدخل مختار، اتدخل ولا يهمك، اعمل يلي بدك يا. ماشي ماشي أنا رح داري حمي. سيدي نفذنا التعليمات وجبنا دكيناه بالحبس. إيه منيح هيك تمام، خليه مدكوك بالحبس وأنا لما أطلبه منك بتجيب لي إياه مش على الحقيقة معه.
بيطلع من الكراكون الا باذن شخصي مني انا تحديدا بس فقط لا غيرا. ماشي سيدي. وهلا تاخذ فهيم وبتروحوا بتنفذوا المهمه. يلا مهمه شو؟ شو مهمه شو؟ المهمه اللي طلبها منكم الباشا بذات نفسه مشان تنفذوا له اياها. سيدي هذا المؤاخذه، في مجال ناخذ كم عنصر مشان يساعدنا بهي المهمه؟ وليش كم عنصر؟ خذ العناصر كلهم تبع الكراكون وانا بروح معكم اول واحد. يا عين عليك يا سيدي، والله فكره كويسه، ما شاء الله عليك، والله بتفكر منيح انت. قوم قوم انت اول واحد فينا، ها هي ونحن رايحين نختم الباشا. الظاهر يا شاويش فكري انك كبرت على شغلتك وصار لازم نسعى لك بالتسريح من الخدمه. لا يا سيدي استر على عطاك. الله وكيلك، الراتب اللي عم باخده من عندكم ما عم يكمل لي لاخر الشهر ولا متلك عم تضل بجيبتي. استر عرضك بلا التسريح بلاها. لك عنسكو، ما نحن منشان هيك عم نساعدك ونبعتك على هيك مهمات مشان تستفيد لك بشي قرشين من المكافاه اللي بيعطوك اياها، ولا ابعت غيرها. لا يا سيدي كتر خيرها، انا جاهز اي شيء بتامره انا جاهز بامره. خلص لكان خذ فهيم وروح نفس المهمه. يلا على عيني كتر خيرك يا سيدي. هي أوامر يا شاويش فكري، هدي حالك، أمر عسكري يا يلا قوم نفذ. لو أنا قلت إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا. ولي بس يفلت هذا بصير مثل وحش. إيه وشو لازم نساوي يا مو؟ والله ماني عارفه انا شو بدنا نساوي، حاسه حالي ايدي مربطه. يا مو نحن ما لازم نخلي المختار يحجز لنا اوراق البيت، لانه وين نروح بحالنا بعدين؟ وعزه ما بنعرف امتى رح بيطلع من القلعه. انا رح احاول اروح لعند ام طلعت، بركي هي بتقنعه للمختار. وفكرك مرت المختار رح ترضى يا مو؟ والله ما بعرف، رح اروح لها، بركي قدرت تقنعه. يا مو انا رح اروح معي. ايه يا مو لازم يفك الحجز، ايه مو على كيفه. وانت لازم تلاقي لك شغله تشتغلها. خلص اختي، اذا هالمره لقيت شغل رح التزم فيه. قومي قومي نلبس ونروح لعند بيت المختار نحكي مع مرته بسرعه. تكي يا عم. يا رب يا رب تفك عصيره يا رب يا رب. شرف عمي. الله يرضى عليك ويرحم والدينا ووالدتك. استمرت شي ثاني؟ ايه والله يا ريت تجيب لي نفس أكيد تكون على كيفك كيفك. على راسك. فارس. ايه يا ابي. تعال لعندي. امرك. مور يا ابي. لك ابني ليش ما عم تروح تزور خطيبتك وتشوفها؟ والله يا ابي شوفت عينك، يعني انا بالحمام من الصبح للمساء. ما بيصير يا ابني ما بيصير. لازم تروح تشوفها وتزورها. امرك امرك. اليوم المساء بتروح لعندهم وبتاخذ لها شيء بايدك، مو تروح عم تلولح بايديك. خلاص مثل ما بدك بيصير يعني. ماشي الحال، انا واصل مشوار وراجع، دير بالك على الحمام. حاضر. مع السلامه. أنا ما بحب لا زهرية. إمتى أبي بده يفهم إنه أنا بحب بنت عمي عزمين؟ إمتى؟ شو يا افتكار؟ ما بعرف منين بدي أمن المصاري لأعمل عريف. إن شاء الله صدقتي كلامه. لك هي وحدة كذابة ودجالة، بحياتها ما حكت شي وصار. فريال كرمال الله صدقيني صدقيني، أنا ركبت السحاب والكمام بإيدي هدول، لك في حدا خربها؟ في شي صار؟ والله بعرف، ومتأكدة إنه وحدة من البيت هي ساوت هيك. وإلك علي إلك علي يمين أعرف لك مين هي. معك حق. طولي بالك وهدي حالك، ولا بقى تحطي دانك لأم العريف، لك هي وحدة دجالة ونصابة. دخلك؟
الخانه ما تقوم هي وبناتها تشتغل لها شي شغله، بس شاطره علي وعليك تتامر. هلا بدك الخانم بنت الباشا تشتغل معنا؟ لك هي بنت عز وجاه، ما كانت تشتغل ببيتها شي، حواليها خدم وحشم، مو مثلنا يا حسرتي مع الترين. ليش يا بعدي؟ وانتي ابوكي كمان تاجر كبير وكان له اسمه بالسوق. انا والله اهلي كانوا يوقفوا معي ويساعدوني كثير، بس فكري جوزي الله يصلحه ويهديه ما خلاله صاحب ولا محب، دائما بيساوي مشاكل مع ابي. ان شاء الله الهي ربي يا فريال، بتعني انا وياكي هيك حرطوفه صبي وبنخلص من كل وجع هالراس، وبالاخص هي شمقرين حكمه خانم حاج حاطه حطاطي انا وياكي كانه خدم عندها. امين يا رب، الله يسمع منك، الله يسمع منك. شو هالحكي يا لطيف؟ انت متاكد انه هو عمل هيك؟ يا سيدي شكور، بعد ما اعطيناه الامان سيدي صار بده يغدر بعرضي وشرفي. شوف يا ابو نقله، هذا الحكي اذا ما كان مزبوط في مشكله، بدك تكون متاكد انه فعلا هو